بعض المصادر نسبت سجن الإمام الكاظم وقتله لهشام. نقرأ بعض ما قيل في هذه القضية. الرواية ينقلها الكشي في رجاله، يعني اختيار معرفة الرجال. الرواية عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو الحسن عليه السلام، أبو الحسن هو الإمام الكاظم عليه السلام، ائت هشام بن الحكم فقل له يقول لك أبو الحسن: أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ فإذا قال لك لا، يعني لا يسرني، فقل له: ما بالك شركت في دمي؟ يعني هذا اتهام من من؟ اتهام من الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم. رواية أخرى لا تتحدث بعد قتل الإمام الكاظم عليه السلام. موسى بن الرقي يسأل الإمام أبو الحسن الثاني اللي هو من؟ الرضا عليه السلام، قال: جعلت فداك، روى عنك المشرقي وأبو الأسد أنهما سألاك عن هشام بن الحكم فقلت: ضال مضل شرك في دم أبي الحسن عليه السلام. طبعا الإمام لم ينفي هذا الأمر، إذن هذا ماذا؟ إقرار. إذن عندنا نصان، نص عن الإمام الكاظم ونص عن الإمام الرضا عليه السلام فيه اتهام صريح مباشر لمن؟ لهشام بن الحكم. ومن هنا أسندت إليه هذه القضية أنه أشرك في دم الكاظم عليه السلام. زين، نأتي الآن لمناقشة هذه التهمة، هل هي ثابتة غير ثابتة؟ عندنا عدة مناقشات. أولا، الأخبار التي حوت اتهاما من أحد المعصومين سواء كان الكاظم أو الرضا عليهما السلام لهشام رضوان الله عليه كلها أخبار غير نقية من جهة السند، يعني ما عندنا رواية صحيحة معتبرة تثبت هذا الأمر. وزيادة عن المشاكل السندية فيها مشاكل وين؟ في المتن. يعني رواية الإمام الرضا أقر قولهم أنه قاتل، لكن قال لهم ماذا؟ تولوه. فكيف يكون قاتل أبيه والإمام يأمرهم بأن يتولونه؟ أضف إلى التهافت في المتن، طبعا تهافت المتن كثير، هذا مثال فقط وإلا فيها عدة مشاكل، هي معارضة بروايات أخرى صحيحة صريحة تبين مقام هشام. بعض الروايات تبشر هشام بماذا؟ بالجنة. هل من المعقول شخص أشرك في دم الإمام الكاظم عليه السلام أن يكون من أهل الجنة؟ قطعا لا. فلذلك هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها لوجود هذه المشاكل فيها، هذا أولا. ثانيا، هذه الروايات هي مرتبطة بحادثة معروفة، يعني ما الذي دفعهم لهذا القول؟ الحادثة حصلت في زمن المهدي العباسي. المهدي يعبر عنه بعض المؤرخين بأنه قصاب الزنادقة، كان يقتل المنحرفين عن الإسلام، طبعا بين قوسين أي إسلام؟ الإسلام العباسي. هذا المهدي كتب له كتاب يحوي المقالات والفرق بحيث يعرف كل مقولة منحرفة عن الإسلام الذي هو يريده. وهذا الكتاب بعث
به إلى الآفاق وقرئ في كل مدن البلاد الإسلامية في ذلك الوقت. طبعا بين قوسين هذا الكتاب هو النواة الأولى فيما بعد لكتب الملل والنحل. كتب الملل والنحل هي بالأساس كتاب سياسي طبعا، لكن فيما بعد أصبحت كتاب عقائد ديني. المهدي العباسي دون كل فرقة هو أعطاها اسم وذكر عقائدها، وطلب من عماله أن يقرأوا الكتاب ويعرفوا الناس هذه الفرق ويقومون بماذا؟ بتصفيتها. هنا الإمام الكاظم عليه السلام أمر شيعته بالسكوت في هذه الفترة، لا تتكلموا، لا تتناظروا، لا تظهروا عقائدكم. لماذا؟ إذا ظهرت عقائدكم عرفتم، وإذا عرفتم ودونت أسماؤكم ومقولاتكم في هذا الكتاب سهل فيما بعد تصفيتكم بسهولة. فأمر الشيعة بالسكوت. من الذين أمرهم الإمام الكاظم بالسكوت من؟ هشام. هشام كان رجل متصدي لهذا الأمر، أرسل له الإمام برسالة خاصة أن أسكت، فهشام سكت وامتنع عن المناظرة وامتنع عن الحجاج. فيما بعد أمسك فترة، بعض الروايات ذكرت أنه أمسك شهرا. فيما بعد رجع هشام للكلام، رجع يناظر وينافح ويدافع عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. فربطوا بين كلامه وبين سجن الإمام الكاظم عليه السلام، قالوا إذن الإمام سجن بعد أن عرف العباسيون مقولاتك لأنك تكلمت، فأنت عصيت الإمام وتكلمت وتسبب كلامك، لا سيما في أي قضية، قضية الإمامة، في كشف الإمام وبالتالي سجنه في سجون بني العباس. الربط بين قتل الإمام الكاظم وبين هشام من هذه الجهة، أنه تكلم بعد أن أمره هشام، أمره الإمام الكاظم بالصمت. زين، هذا السؤال سئل عنه هشام في حياته، لأن القضية كانت مثارة. رواية مهمة تبين لنا هذه القضية، يونس بن عبد الرحمن تلميذ هشام قال له: أصحابك يحكون أن أبا الحسن عليه السلام صرح إليك مع عبد الرحمن بن الحجاج اللي ذكرناه أن امسك عن الكلام، صحيح القضية؟ قال إيه. أتاني عبد الرحمن بن الحجاج وقال لي: يقول لك أبو الحسن عليه السلام أمسك عن الكلام هذه الأيام. وكان المهدي قد صنف له مقالات الناس، وفيه مقالة الجواليقية هشام بن سالم هشام الثاني، وقرأ ذلك الكتاب في الشرقية ولم يذكر كلام هشام. هنا موضع الشاهد. وزعم يونس، يونس بن عبد الرحمن، أن هشاما قال له: فأمسكت عن الكلام أصلا حتى مات المهدي، وإنما قال لي هذه الأيام. يعني هشام بالفعل جاءته رسالة، لكن هل النهي عن الكلام نهي مطلق؟ هشام لا، فهم أن هذا النهي مرتبط بحياة المهدي العباسي. مات المهدي، رفعت هذه المحنة، رجعت للكلام. إذن هل يصح أن نقول هشام عصى الإمام الكاظم؟ لا طبعا. أسوأ ما في الأمر أن نقول أنه أخطأ في فهم كلام الإمام، وهذا أيضا مناقش. يعني إذا هشام بن الحكم تلميذ الكاظم لا يفهم منه، من الذي يفهم؟ فإذا هشام في هذه القضية هو بريء من جهة أنه فهم أن نهي الإمام عليه السلام هو نهي محدد بحياة المهدي العباسي،
ولذلك لا علاقة بين الأمرين، علما أن سجن الإمام هنا القضية المهمة اللي قلنا تهافت في المتن، هذا في حياة المهدي. زين الإمام متى سجن وقتل؟ في حياة من؟ رشيد. يعني عندنا فاصل تاريخي، لأن بعد المهدي ليس رشيد، من بعد المهدي؟ الهادي. فلذلك هو ربط بين حادثتين بينهما دهر من الزمن، فهذه الحادثة لا يوجد فيها أي دليل على إدانة هشام ابن الحكم، هذا ثاني. ثالثا هنا القضية المهمة، الربط بين هذه الحادثة وبين هشام لاتهامه لم يأتي من فراغ. لماذا؟ أنا أقرأ لك هذه الرواية بتفهم أنا ماذا أقصد. شوف الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، اللي المفروض أن الإمام أن هشام كان شريكا في قتل أبيه. الراوي يقول سألت أبا الحسن الرضا عن هشام بن الحكم، واضح القضية مثارة، فقال لي رحمه الله كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. بدأت القضية تتضح، هشام نسبت له هذه القضية. لماذا؟ أصلا شخصية هشام كانت شخصية محسودة من قبل الواقع الشيعي. لماذا؟